يا هلا يا مرحبا، عساكم طيبين وعساكم بخير. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض عرض مميز جدا لاصحاب الشاليهات والاستراحات والمنتجعات الفنادق المخيمات غيره من الامور. الفكرة هنا موقع بيعرض كل تفاصيل الاستراحات او المخيمات او غرف الفنادق الخاصة بكم بالتفصيل، والتحكم فيه سهل جدا جدا، وايضا في مميزات كثيره هنستعرضها مع بعض. هنا مثلا نموذج احد المواقع من تصميم مجمع شاليهات ابو الوليد، مجموعه شاليهات. هنا السلايد الرئيسي بيعرض كل الصور مصغره، كل الصور هنا مصغره مع عرض سلايد شو لكل الصور الخاصه بالشاليهات. بعد كده الواحد بيختار مثلا استراحه من الاستراحات الأربعة، ولو اخترنا مثلا استراحة السعود، هنا بيبدأ في استراحة السعود يستعرض سلايد شو خاص بالاستراحة دي فقط، سلايد شو خاص بالاستراحة دي فقط. مش بي يعني دخلنا إذا دخلنا إذا كانت دي غرفة أو كان ده شيء معين أو استراحة محددة، هنا يستعرض فقط الصور الخاصة بيها مش بكل المجموعة، تمام؟ لأن ده موقع ممكن حضرتك تعمله لمجموعة الغرف اللي عندكم، مجموعة الشاليهات، مجموعة الاستراحات. ويبدأ هنا يقول بعد ما فوق بيعرض الصور، بيعرض هنا الخصائص الخاصة بالاستراحة، ويسعدنا حجزك عدد الغرف كذا، عدد المجالس كذا، عدد الأحواض، ويبدأ هنا يعطي إمكانية للحجز. الميزة هنا الرئيسية في الموقع إن هو طبعا هنا تنويه عن الاسعار، تمام. ان هو اذا اليوم محجوز بالفعل ما ينفعش يحجزه تاني. فانا هنا مثلا هحجز يوم 10/2، وهيخرج نهايه الحجز 10/2 برضه، تمام. الاسم مثلا علي اي حاجه، ها وهنقول اي تليفون. اول شيء طبعا اذا سال اي بيان من البيانات بيخبر ان هو لازم يكملها، خاصه اذا كان بيان مهم زي الهواتف، زي تاريخ الحجز او غيره من الامور. هنا هقول له تاكيد الطلب، انا كده بعت ايميل للاداره ان في حجز تم ولقد تم تاكيد حجزك. احنا حجزنا يوم كام؟ كان حجزنا تقريبا يوم 10. تعالى نعمل تاني، هل تعالى نحاول نحجز تاني نفس اليوم ده اللي هو كان يوم 10 ويخرج يوم 10. ده عميل تاني بقى جاي يحجز اليوم، لان اليوم دلوقتي بقى مسجل في قاعده البيانات ان هو محجوز. هل هيقبل يحجزه ولا مش هيقبل يحجزه؟ تمام. هذا الشاليه مشغول في هذا التوقيت بالفعل بأداء اختيار توقيت اخر او شاليه اخر. دي القصه، ان هو هنا لما يجي يحجز شاليه محجوز عندكم بالفعل هيقولوا لا الشاليه ده محجوز، مش هيقبل يحجز حاجه محجوزه، مش هيقبل يحجز حاجه محجوزه. وطبعا في سيستم عاملينه قاعده بيانات ازاي الواحد يقدر يتحكم في الشاليهات، في الحجوزات، ياكدها او ينفيها. بعد كده طبعا في شويه حاجات تتصل بنا وتقييمك لنا ونبذة عنا وعرض خطة الموقع وعروضنا. وهنا العروض تقدر تضيف عروض بكل بساطة وبكل سهولة، وكل التفاصيل الخاصة بالويب سايت. طبعا في نسخة انجليزية، كل الموقع ده في منه نسخة انجليزية برضو بيتم التحكم فيها واستعراض كل ما فيها بكل سهولة. هنا التحكم في الويب سايت، دي لوحة التحكم، ان احنا نقدر نعدل في السلايد شو، نقدر نضيف له وصف معين، نقدر كل حاجة، كل بيان من البيانات الموجودة في في الموقع نقدر نتحكم فيها بكل بساطة. يعني حتى بيانات تصل بنا لو عايزين نعدلها او حاجة او نغير فيها، كل حاجة من الحاجات دي نقدر، ومجرد ما ندوس تحديث تتحدث على طول، والتحكم فيها سهل جدا. ايضا مع العرض ده، مع العرض ده طبعا الميزه الاساسيه، طبعا في بقى ميزه ثانيه مع العرض دون، تطبيق هواتف ذكيه، تطبيق هواتف ذكيه اندرويد
بيعتمد باسم الفندق الخاص بيكم او الشاليهات الخاصة بيكم او الاستراحات الخاصة بيكم او المخيمات الخاصة بيكم، تمام؟ بيتم اعتماده على جوجل بلاي، تطبيق بينزل للهواتف الذكية، ده برضو من ضمن العرض مجانا. خلص الاحترام والتقدير لحضراتكم وفي خدمتكم في اي وقت ان شاء الله.